اهلا وسهلا بيكم في تحديث جديد لقناة بوكيمونيان. انا بروفيسور بيبعم، والنهاردة يعني انا كده جاي لكم اكلم من قلبي شوية، مش هطول عليكم برضو علشان ما تقلقوش، بس يعني في تحديث سريع للقناة حبيت ان انا اشاركه معاكم. اولا حبيت انوه عن اقتراب ان شاء الله خلاص كاس العالم للبوكيمون الرسمي، وده معناه انه يعني الفي جي سي زي ما انتوا واخدين بالكم شوية، ممكن الاسبوع ده والاسبوع اللي فات، طبعا الاسبوع اللي فات كان الاول العيد، والاسبوع ده برضو اللي احنا بنخلصه دلوقتي، يعني الموضوع بدأ شوية انه ما يبقاش ممتع زي الاول في الفي جي سي. الناس بدأت خلاص تتحفظ على استراتيجياتها علشان تحوشها لكاس العالم، يمكن ما بقاش في تطور قوي في الماتا زي ما بنقول بسبب الموضوع ده، ما بقاش في ناس كتير بتقدم فرق الواحد حتى يجربها. فيعني انا بالنسبة لي بدأت شوية اخد موضوع الفي جي سي على محمل اهدى شوية من الاول، ما بقتش حابب ان انا احرق نفسي قوي في الفي جي سي، خصوصا انه دلوقتي كمان بفكر عايز اعمل محتوى جديد، مش عايز اقول لكم ايه هو بالظبط، عايز اسيبه لكم مفاجاه بس ان شاء الله على اخر الشهر ده اللي هو خلاص فاضل عليه يعني يمكن كام يوم، هتلاقوا ان شاء الله فيديو كده ان شاء الله يعجبكم يعني. فدي اول حاجه. برضو ثاني، فيديو ده مش سكريبتد، فهتلاقوني ببص كده على النوتس بتاعتي وارجع لكم. بسبب كاس العالم اقترابه، انه طبعا ما بقاش فيه فرق جديده، الفي جي سي على القناه ممكن تبقى حلقه واحده بس في الاسبوع بدل حلقتين، او لو انتوا عايزين تبقى حلقتين ممكن اعمل حلقه يبقى فيها مباراه واحده او مباراتين بالكتير قوي زي الحلقه اللي فاتت اللي شفتوها السبت الماضي. وبرده كنت عايز اتكلم في الموضوع ده، لو انتوا خدتوا بالكم انا جربت فورمات جديده او صيغه جديده للفيديوهات، في ناس اوريدي بالفعل ابدت رايها وردوا عليا قالوا لي لا احنا في ناس عجبتها الصيغه القديمه، في ناس عجبتها الصيغه الجديده. باختصار الصيغه الجديده ان انا بقت اسرع شويه، بشيل اللقطات اللي بفكر فيها، بشيل اللقطات اللي بيحصل فيها الانيميشنز، خصوصا الدايناماكس بياخد 300 سنه على ما بيحصل والبوكيمون يطلع ويكبر من الكوره بتاعته. فممكن تقولوا لي برده رايكم بحاجه زي كده. ايه تاني، تعالوا نتكلم عن كاس العالم هو الغير رسمي اللي احنا دخلناه بتاع الفيكتوري رود اللي احنا دخلناه كفريق مصري. للاسف لحد دلوقتي يعني الاسبوعين الاولانيين ما حصلش فيهم اي نصيب، خسرنا الاسبوع الاول بفارق 5 ماتشات. هو الموضوع باختصار انه الثمان لعيبة من فرقتنا لعبت الثمان لعيبة من الفرقة المضادة. اول اسبوع كنا مع كندا، كسبوا هم 5 ماتشات واحنا كسبنا 3 بس، ولكن كندا اعترفوا قد ايه احنا كنا خصم قوي. بينما في الاسبوع الاول حصل حاجة غريبة جدا، اندونيسيا خسروا 8-0 ولما جم يلعبونا كسبونا 7-1، يعني تحس ان هم طلعوا غلهم وفشوا غلهم علينا واحنا اصلا ملناش ذنب في الموضوع ده، وكانوا هم بيلعبوا كوستاريكا. احنا دلوقتي عندنا الاسبوع الاخير ضد كوستاريكا، واثناء ما انتم بتتفرجوا على الفيديو ده هكون غالبا بلعب الماتش بتاعي او اكون لعبته خلاص، فدعواتكم ليا ان انا اكون ان شاء الله عملت كويس. ولكن لا اعتقد يعني انه الاسبوع الاخير ده هيساعدنا في ان احنا نتاهل، يعني لازم حاجات كتيره قوي تحصل، لازم اندونيسيا وكوستاريكا يخسروا، طبعا كوستاريكا لازم يخسروا مننا ب 8-0، وده يعني انا مش بشك في الفرقه بتاعتي والله الحقيقه. يعني من ضمن مكاسب الماتشات دي ان احنا اتعرفنا على ناس جديده، واتعرفنا على ناس اكتشفنا ان هم عندهم القابليه الشديده جدا ان هم يبقوا لعيبة كويسين جدا جدا في الفي جي سي. فأنا متحمس ليهم بصراحة الشباب دول، يعني من بعض الأسامي عندنا بادي متري صديق القناة، وعلي الموجي طبعا ده صديقي الشخصي وصديق القناة، من الناس اللي فاجئونا ان هم لعيبة يعتمد عليهم الصراحة وأقوية جدا. فيعني دي بعض الأسامي اللي أنا فاكرها دلوقتي. فيعني ده بالنسبة لكاس العالم الغير رسمي. وآخر حاجة كنت حابب أتكلم عنها، يعني زي ما يقولوا كده إيه لايف أبديت، أو يعني تحديث عن حياتي الشخصية. اللي حضر معانا القناة من زمان طبعا يعني عارف ان انا كنت مريت بكذا عملية جراحية، والحمد لله العمليات تمت بنجاح وبدأت افوق اهو شوية، الدنيا تحسنت معايا كتير، هي كانت عمليات في رجلي وساعدتني دلوقتي كتير ان انا اتحسن، فالحمد لله. ده كمان بيساعدني ان انا اقدر اقدم محتوى افضل ليكم، يعني صدق او لا تصدق، يعني طبعا لما الواحد يبقى دماغه ذهنه صافي ودماغه مركزة في الحاجة اللي هو بيعملها، واتمنى ده يكون حاجة انتوا ملاحظينها. فياريت تقولوا لي برضو في التعليقات قبل ما نخش ان شاء الله في الفترة بتاعت سكارلت وفايلت، لو في محتوى معين تحبوا تشوفوه، زي مثلا رام هاكس، زي مثلا عملنا امبارح تي سي جي اوبننج خلال ستريم بدل فيديو. اتمنى يعني الناس اللي حضرت معانا تكون انبسطت، انا بسجل ده على فكرة قبل ما اعمل ستريم كمان، فيا ريت يا ريت يا جماعة اللي ما شافش ستريم انا هسيبه بابليك يرجع يشوفه ويتفرج عليه يقلب كده. وفي المستقبل ركزوا معانا ان شاء الله، لان احنا هيبقى في ستريمز اكتر من كده شوية، انا عارف ان انا قصرت في الناحية دي بس علشان كنت بركز
مركز في الفي جي سي. وعلشان كده برجع تاني اقفل كلامي انه لو انتم مهتمين بالفي جي سي قوي 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 مهم جدا تقولوا لي في الكومنتس على الموضوع ده. هل اخلي الموضوع يبقى حلقه واحده في الاسبوع؟ هل اخلي حلقتين بس كل حلقه فيها مثلا مباراه او مباريتين على الاكثر؟ قولوا لي ايه اللي تحبوه، موضوع الصيغه الجديده، وطبعا زي ما اتفقنا ايه نوع المحتوى اللي تحبوا تشوفوه جديد لغايه ما تنزل سكارلت وفايلت. سكارلت وفايلت خلاص قربت جدا، كده كده البوكيمون ويل تشامبيونشيب من بعدها الفي جي سي هيحصل فيها يعني كساد فظيع، تاكدوا من ده، لانه خلاص كل الناس هتنزل الفرق القويه بتاعتها. الله اعلم البوكيمون كومباني هتدلنا فورمات جديده نلعب بيها، مثلا فورمات من غير دايناماكس، فورمات من غير اصلا اي اساطير، نشوف يعني. اتمنى ان يبقى في تغيير، حاجه تخلي اللاعبين عندهم دافع ان هم يلعبوا لغايه صدور سكارلت وفايلت. انا مش هطول عليكم اكتر من كده، اتمنى ان انتم تشاركوني كلامكم ورايكم، مهم جدا جدا جدا. وطبعا كل الناس اللي اول مره بتتفرج علينا اهلا وسهلا بيكم، ويا ريت تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان ما تفوتكوش اي حاجه من محتوانا. وانا كنت بروفيسور بيبع من قناه بوكيمونيان، ولحد ما اشوفكم في حلقه الفي جي سي بكره ان شاء الله. خلوا بالكم على نفسكم وسلام.